وجاء بقلب منيب.
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية، انطلقت المسابقة يوم الاثنين السابق، وهو الموافق 12 من شهر رمضان المبارك، الموافق 3 من شهر إبريل الميلادي. وقبل المسابقة قامت اللجنة المكلفة بتصفيات قرابة 300 متسابق على 80 مركز للتحفيظ، يشمل مراكز تحفيظ لمراكز سواني بن آدم. وأشكر من ساهم في هذه المسابقة، والشكر موصول للمدير المكتب الأوقاف ورئيسها، ونشكر كذلك شكر موصول للوكالة الغيمة الليبية للأخبار، وشكرا جزيلا لهم على تغطية هذه المسابقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.